دورك مهم وحضرتك يفرق حضورك. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من يفرق حضورك. في حياتنا في ناس ما بنشوفهم لأسباب عديدة، بس لبعض الناس الموضوع شوي مستحيل، أو خلينا نقول أصعب، لأنه بينهم وبين أهلهم في مسافات طويلة. دو قررت هاي السنة تساعدهم وترسم البهجة على قلوبهم. الفكرة كتير بسيطة، تعالوا نشوف شو اللي صار. جمعة علي من باكستان، حلاق في الإمارات من 15 سنة، شاب مجتهد ومثابر وبشتغل 7 أيام في الأسبوع. I come from morning 9 o'clock until 12 night. ومن أمانته صاحب المحل بيعتمد عليه في كل شيء، وتقريبا هذا هو السبب اللي بخليه ما ياخد إجازات. جمعة ما شاف زوجته من 3 سنوات، وبسبب أنه راتبه ما بتعدى 2000 درهم اللي بيفضل أنه يحوشهم عشان يوفر لأسرته حياة كريمة. وطبعا جمعة ما بيعرف أنه إحنا رتبنا كل إجراءات السفر. وأنه راح يشوف زوجته خلال دقائق. Tell me about yourself. I have 2 children. This is Abdullah. Yes, Abdullah and Talha. 2. I miss my child also. وصلنا للحظة المهمة. When I tell you to turn around, I want you to accept our lovely gift for you. Okay? Please do turn around. دورك مهم وحضرتك يفرق حضورك مما تكون وينما يكون دورك كلنا نكمل بعضنا نستغني عن حد يد التعاون. This is a big gift, I think. This is enough in my life. Every day is 100 times love you like this. So we hope that you guys appreciate this gift. Yes, inshallah. I'm very happy with this. Thank you for your team and. موضوع كثير بسيط، رجعوا لقلوب الناس البهجة لأن حضوركم فعلا بفرق في حياتهم. شكرا لكم ونشوفكم في الحلقة الثانية من يفرق حضورك. كل عام وانتم بخير.